الاجتماع التشاوري لأعضاء الحوار السياسي الذي يعقد في العاصمة التونسية لمناقشة آخر التطورات في البلاد، ما هي نتائجه المرتقبة؟ وكيف سيتم تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي؟ الآن بانوراما اليوم مع صالح آدم. أهلا بكم مشاهدي قناة ليبيا بانوراما. في بانوراما اليوم نرحب بكم. حديثنا اليوم عن الاجتماع في تونس والذي يجمع بين الفرقاء الليبيين. سنتحدث عن هذا الاجتماع، ما الذي يمكن أن ينتج عنه، لكن دعونا نتابع هذا التقرير ونعود. جولة جديدة بين أطراف الحوار الليبي تعقد في تونس بين أعضاء من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء من مجلس النواب. أبرز النقاط التي تم طرحها في لقاء اليوم: وضع تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المبينة في الاتفاق السياسي الليبي، نقاش حول الوضع الاقتصادي، وعرض للدستور من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ونقاش حول عضوية الحوار السياسي الليبي، واجتماع مع ممثلين من المجتمع الدولي وكيفية المضي قدماً بالاتفاق. فريق الحوار عقد جلسة مغلقة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بمشاركة كل من السفير الأمريكي والفرنسي والقائم بالأعمال الإيطالي لدى ليبيا. هذه الجولة التي دعا إليها ممثلو عدد من الأحزاب السياسية لبحث كيفية تجاوز المرحلة الراهنة وتنفيذ الخطوات التي تضمنها نص الاتفاق، وسط تساؤلات عدة عن الذي ستقدمه الأحزاب للأزمة السياسية في ليبيا. إذن مشاهدينا، من بعد أن تابعنا هذا التقرير أستقبل بالأستوديو الأستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ صالح. أستاذ جمال، سنتحدث عن اجتماع لجنة الحوار بتونس والتي ستتحدث عن أكثر من موضوع يخص الحوار والاتفاق السياسي. ما أن أمل الليبيون أن تنتهي المشاكل والأزمات وأن يعم السلام في ليبيا، حتى خرج معارضي الاتفاق السياسي وعرقلوا منح الثقة لحكومة الوفاق. برأيك ما الذي يمكن أن ينتج عن هكذا اجتماع الآن في تونس بين الفرقاء الليبيين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا سأبدأ بنقطة مهمة جدا، وهي دائما يكون لي نصيب للرأي العام في التحليل دائما، هذا أسلوب تعودته، لأني دائما في حوارات مع الناس ونستمع إلى قلق الناس وإلى رؤاهم وإلى استشرافهم. في الآن في حاجة معروفة في السياسة وفي علم الاجتماع اسمها أزمة الثقة. الآن الشارع الليبي جزء كبير منه وصل إلى درجة، من بيش نقول إلى درجة اليأس، ولكن محبط ولا يثق في 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 لا في لجنة حوار، ولا حتى فقد الأمل حتى في المجلس الرئاسي إذا صح التعبير وفي مجلس النواب، وبدأ ينظر بكثير من الريبة والحيرة من هؤلاء الناس الذين يزعمون بأنهم ساسة وبأنهم صفوة وبأنهم نخبة وبأنهم نعم هم ليسوا أفضل الناس ولكن جابتهم الأقدار والظروف وإلى آخره، وتأمل منهم خيرا، وكل ما يتأمل تتأزم الأمور مثل ما قلت حضرتك في المقدمة. هذه نقطة مهمة جدا جدا، يعني أريد أن إذا كان يسمعوا فينا أو يسمعوا فينا مستشارينهم أن يستمعوا إليها. يعني جزء كبير من الشعب الليبي المتتبع للأمر اللي مازال قادر يتبع وقادر كذا، إلى حد ما اهتزت ثقته في الجميع. هذه نقطة ابتداء. النقطة الثانية نبدو في مسألة كوبلر ولجنة الحوار هذه واستدعائهم من جديد، وما يمكن أن ينتج عنه، ما يمكن أن ينتج عنه، أو ما الفائدة من هذا اللقاء. لابد في اللي على مندوب الأمم المتحدة وعلى أي جهة مشرفة، يعني شفنا الأزمات في سوريا في اليمن في ليبيا مع الفارق بينهم، لابد مهما كانت الظروف، هو استشرف وأنا طلعت على كل المعلومات،
عمل جولة ومع الأوروبيين مع الدول الكبرى، ماذا نستطيع أن نحرك، ماذا نستطيع الدول المؤثرة على 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 مجموعة الكرامة، الدول الطليان الأمريكان كذا، وسألهم. ولكن والآن حاضرين مثل ما سمعنا في التقرير السفير الإيطالي، المندوب الأمريكي، السفير الأمريكي، الإنجليز ومجموعات أخرى، ولا بد من أن يجمعهم من جديد، ولا بد من أن يستمع، يسمعهم آخر ما عنده هو ويستمع إليهم، لكي يحاول أن يعني أن يعني أن يبحث عن ثقب في النفق مثل ما يقولون، أو بارقة أمل، أو يستخدم معهم أسلوب الوعيد، الأسلوب السابق اللي هو الترغيب والترهيب والعصا والجزرة، وأنتم الذين يعني تأخرتم وأنتم تعرقلون أو كذا. النقطة هذه، هذا هو اللقاء الآن، هو استطلاع آراء وجس نبض وتحديد مواضع إذا كان في تحسن. طيب. ومواضع لكي نكون في الصورة أكثر. نعم. ينضم إلينا الآن الأستاذ أشرف الشح، وهو عضو لجنة الحوار، ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس. أستاذ أشرف، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أستاذ أشرف، إن كان بالإمكان أن تضعنا في آخر المستجدات في اجتماعكم اليوم بلجنة الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية تحية ليك وتحية للضيف الكريم وتحية للمشاهدين. اليوم تنعقد لجنة الحوار الحقيقة في ظروف صعبة، في ظروف استياء عام وإحباط كبير لدى المجتمع الليبي ولدى من صنع هذا الحوار، هذا الاتفاق أصلا، لأن الاتفاق السياسي حسب ما نصت عليه بنوده فيه حلول وفيه أولويات يجب أن تقوم بها السلطة التنفيذية التي انبثقت عنه. اليوم نحن هنا لمناقشة هذه المخترقات، لمناقشة سبب البطء وسبب عدم القدرة بعد تجاوز 100 يوم من دخول الحكومة أو المجلس الرئاسي لطرابلس، لماذا لم تقم أو لم تستطع لتخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطن الليبي، لحل الإشكاليات التي تأمل الليبيين خيرا عندما دخلت إلى طرابلس، لاحظنا ذلك بشكل واضح، ولكن للأسف الإنتاج بطيء أو قليل جدا لا يذكر. هذا الاجتماع جاء لتبادل وجهات النظر ومحاولة الخروج برؤية موحدة، ماذا نعمل، ماذا نستطيع أن نعمل لإما مساعدة هذه المجموعة التي تقود ليبيا في هذه المرحلة المؤقتة، أو أن يعاد النظر في بعض الأخطاء، لأن من تم اختيارهم لتبوأ هذه المناصب لم يعطوا سكا على بياض، لم يولوا هذه المناصب كي يكونوا فيها دون إنتاج أو دون هل هذا يعني والمخترقات التي يعاني منها المواطن الليبي. نعم أستاذ أشرف، هل هذا يعني أنه يمكن أن يتضمن الحوار أو هذا الاجتماع إعادة النظر في تشكيلة المجلس الرئاسي؟ لا، الحقيقة في هذا الاجتماع لن يتغير المجلس الرئاسي أو لن ندخل في تعديل الاتفاق السياسي، لأن هذا مربك وهذا يرجعنا إلى نقطة الصفر، وفي ميزان الإيجابيات والسلبيات لن تكون هناك إيجابيات، لأن الكل يعلم أن هناك معارضين لهذا الاتفاق في الأساس من كلا الطرفين، وخاصة مجموعة طبرق المعارضين الذين يحاولون بشتى الطرق عرقلة هذا المسار وإثبات أن هذا لن ينجح. بالتالي أعتقد أن هذه المرحلة تستدعي الوقوف عند نقاط والمختنقات التي سوف نسمعها غدا صباحا من أعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه، لكي نعلم من ماذا يعانون ونساعدهم في حلحلة هذه المشاكل. سيكون حاضرا أيضا المجتمع الدولي ممثلا بسفرائه، وسوف نعبر عن امتعاض الليبيين
عن تراخي المجتمع الدولي وعدم إيفائه بالتزاماته التي وعد بها إبان توقيع هذا الاتفاق، من الدعم الكبير الذي سيقدمه لليبيا للخروج من هذه الأزمة، لم يرى الليبيين شيء للأسف. سوف نلتقي أيضا ببعض المجموعات من لجنة الدستور التي تحاول فرض أمر واقع بوضع دستور دون احترام المعايير التي رسمت في التعديل الدستوري الذي انبثق عنه انتخاب جيد. لجنة الدستور ولاحظ الليبيين بعض المحاولات التي يقوم بها فيما بعد. ولكن أستاذ نعم. أشرف، من أهم ما يواجه المجلس الرئاسي حاليا وحكومة الوفاق هو عدم منحهم الثقة من مجلس النواب، وهناك أيضا أعضاء وتكتلات بمجلس النواب يتحدثون عن حذف المادة 8 الاتفاق السياسي، وأنت ذكرت بأنه لن يكون هناك تعديل بالاتفاق السياسي على الأقل في هذا الاجتماع، ولكن هل سيتناول هذا الاجتماع الحديث بهذا الموضوع؟ الحقيقة أن هذا الاجتماع لن يتغير فيه الاتفاق السياسي ولن يعدل، ومن لم يحترم الاتفاق السياسي وتوقيعه وقام بما يجب القيام عليه يجب القيام به من خلال الاتفاق كمجلس النواب وعدم انعقاده وعدم التزامه بتطبيق الاتفاق، هذا شأن سيعود بشكل سلبي على هذا الجسم بالذات، ولكن هذا لن يعيق عمل الحكومة لأن الحل وجد بتفويض الوزراء وبدأوا الوزراء في العمل. الوزراء الأربعة الذين استقالوا والذين أقيلوا بسبب عدم التحاقهم بالعمل سوف يتم استبدالهم وتكليف أشخاص آخرين في القريب العاجل، وهذه أحد المواضيع التي سوف تطرح غدا أمام المجلس الرئاسي، وهناك قائمة بعدة نقاط من خلال الاتفاق السياسي والتزامات على المجلس الرئاسي قيام بها ولم يقم بها طبقا للمواعيد المرسومة في الاتفاق سوف توضع لها جدولة زمنية غدا ومطالبة، وربما سوف يكون هناك انعقاد للجنة الحوار في خلال 30 يوما أو 45 يوما لاتخاذ القرار المناسب في حالة عدم الالتزام وعدم حل المشاكل التي يعاني منها المواطن الليبي، وخاصة المشاكل الخدمية والمالية التي طفح كيل الليبيين من انتظار الحلول التي لم تأتي. بالتالي أعتقد أن هذه الجلسة هي جلسة مفصلية في تحديد موعد زمني للقيام بما يجب القيام به من كافة الأطراف لكي نتمكن على الأقل من الوصول إلى حلول ولو كانت جزئية ولو كانت مرحلية، ولكن يجب أن نصل إلى حلول ويجب أن نخفف معاناة المواطنين كما نص على ذلك الاتفاق السياسي. ولكن ماذا في حالة أن مجلس النواب استمر في تعنته أو البعض من مجلس النواب استمروا في تعنتهم برفض منح الثقة لحكومة الوفاق؟ أيضا هناك إشكالية التعديل على الإعلان الدستوري، ما هي السيناريوهات المطروحة؟ فليستمروا، هذا لن يغير في الوضع شيئا، لأن الحكومة كما أسلفت الحكومة صدر بها قرار تفويض والوزراء استلموا وزاراتهم وبدأوا في العمل فعلا، وهناك إجراءات مالية بالتنسيق مع المصرف المركزي ومع صندوق النقد الدولي لتحديد بعض المعايير في الصرف في هذه المرحلة كي لا نقع في شبهة فساد، خاصة أنها مرحلة مؤقتة ويجب أن يتم فيها الصرف بشكل محدود. تم الحديث أيضا على المبتزين ممن يوقفون تصدير النفط الليبي سواء كان شرقا أو غربا، وما هي الإجراءات المطلوبة سواء محليا أو دوليا أو جنائيا ضد هؤلاء، لأن هؤلاء سبب من أسباب معاناة الليبيين. ليبيا كما يعلم الجميع دخلها تقريبا صفر من إنتاج النفط لأن الإنتاج لا يتجاوز 150 ألف برميل يوميا. بالتالي هناك عدة مواضيع، هذا اللقاء ولو لم يكن لقاء تتخذ فيه قرارات حاسمة ولكنه سوف يوضع فيه تواريخ للنظر في إنجازات سريعة، وإلا فإن هذا الاتفاق سوف يعلن أنه لا يمكن أن يعتمد على من تم اختيارهم لكي يطبقوه بالشكل الذي رسم به. أستاذ أشرف ابقى معي. أستاذ جمال، إذن الحكومة تم منح التفويض لها، بإمكانها أن تبدأ العمل، هناك أيضا إجراءات مالية
جاري العمل بها بتنسيق مع المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي كما ذكر الأستاذ أشرف الشح. إذن ما الذي يمنع المجلس الرئاسي بأن يقوم بعمله هو وحكومة الوفاق حتى هذه اللحظة؟ نعم، نحيي مرة أخرى الأخ والزميل الأستاذ أشرف الشح والدكتور، أعتقد معنا الدكتور إسماعيل المحيشي والأستاذ مفتاح عبيد. ثم أقول الحقيقة هذه النقاط التي أفاض بها الأستاذ أشرف الشح نقاط مهمة جدا، وأعتقد أن السيد كوبلر والسفراء الدول الكبرى وجاءوا لكي يذكروا مرة أخرى، يعني يحاولون أن يذكروا الجهات التي في أطراف الحوار وعلى رأسهم مجلس النواب، يذكروهم بأن مسألة التسويف ومسألة عرقلة الحل أصبحت مسألة غير مقبولة. يعني هذه نقطة أعتقد سوف تتار وتتار وستتار بطريقة غير دبلوماسية، ستتار بطريقة واضحة، يوجه اللوم والنقد لجهات معينة. أنا في تقديري كان هناك العديد من الاجتماعات واللقاءات بين المبعوث الأممي وعديد الشخصيات السياسية في ليبيا فيما سبق، ولكن لم نرى أي تقدم ملحوظ. يعني مصادر صحفية أفادت بأن مبعوث الأممي مارتن كوبلر إلى ليبيا أنهى سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مسؤولين بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي سبقت هذا الاجتماع بتونس. هل ترى بأنه سباق ربما بين الحرب والسياسة في ليبيا؟ لا، هو يود أن استطلع الآراء مباشرة، مش بالهاتف، مباشرة مع شخصيات مؤثرة، حلف الناتو، وزراء دول كبرى، شخصيات الإنجليز، الأمريكان، كذا إلى آخره، الفرنسيس، طليان بالذات. طليان عندهم دور مهم جدا، ويعني أوروبا متفهماتها والولايات المتحدة، يعني يمثلون المجتمع الدولي، وباعتبارهم الأكثر دراية في الشأن الليبي والأكثر تضررا من الأزمة الليبية نظرا للعلاقات التجارية. الجولة المكوكية اللي قلتها حضرتك وذكرت في التقرير في مسألة الذهاب إلى في المرة هذه قبل أن يجمع هؤلاء الفرقاء ولجنة الحوار، استمع إلى هؤلاء الجهات كلها، الناتو إلى آخره، ماذا تستطيعون أن تقدموا؟ الكلام اللي موجود في التقارير على أساس أن الناتو مستعد أن يطور الجيش والجهات الأمنية، هذا كلام دبلوماسي وكلام متفق عليه. لا، هناك كلام آخر لم يقال. يعني أعتقد في تصوري أن السيد كوبلر طلب من هذه الدول الكبرى والمؤثرة أن تتحرك أكثر وتضغط أكثر، مثلا على مجموعة مجلس النواب المعارضة. ما المعروف، هذا شيء أصبح من المسلمات، ليس من قبلنا احنا كمتتبعين أو من قبل المجتمع الدولي، حتى الناس البسطاء اللي تبعوا في السياسة، مسألة أصبحت كما يقول الفقهاء قول واحد، حجرة العتر رقم واحد في حجرات عتر في مشاكل مثل ما قال الأستاذ أشرف، على رأسها المجموعة المعرقلة والمسوفة والتي تتكلم على أساس أن المجلس الرئاسي لم يتحصل على الشرعية بعد، وبالتالي ليس من حقه أن يتصل أو يتحرك، وهم نفسهم منعوه من أن يعني تمنعوا وسوفوا، لم يصوتوا له. طيب، أعتقد الآن أعتقد نقف عند هذه النقطة، سيكون هناك ضغوطات دولية، سيكون هناك ضغوطات الجهة. وتمت الضغوطات، يعني وهناك اتفاق ما بين كوبلر وما بين دول الكبرى، من فضلكم إذا أردتم أن تحلحلوا المسألة الليبية فحركوا، يعني أفتحوا المفاتيح المقفلة من قبل الإمارات ومصر وهذه الدول التي تحرك عقيلة صالح وتحرك حفتر، فالمسألة ليست حفتر وعقيلة صالح. ولكن هذه الدول اعترفت بالمجلس الرئاسي، وهناك أيضا اعترفت ولكنها لا تستطيع، لابد أن تتحرك أكثر، لا يكفي الاعتراف. جيد، نشرك معنا أيضا الدكتور إسماعيل المحيشي الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي من مدينة مصراتة. دكتور إسماعيل، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية للضيوف الكرام والإخوة المشاهدين. شكرا لك دكتور إسماعيل. تحدث ضيفنا من تونس الأستاذ أشرف الشح عضو لجنة الحوار بأن هذا الاجتماع سيكون مفصلي في التاريخ الليبي، وأيضا مفصلي في موضوع الاتفاق السياسي، بأنه لن يتم
تعديل الاتفاق السياسي. سيتضمن الاجتماع الاستماع إلى المجلس الرئاسي والمشاكل التي يعانيها، ولكنه أيضا ذكر جزئية مهمة، وهو أنه إذا تم منح الثقة أو استمرار العرقلة من قبل مجلس النواب فإن على الحكومة أن تعمل من داخل طرابلس، والوزراء استلموا وزاراتهم حسب قوله. برأيك ما الذي يمكن أن ينتج من هذا الاجتماع ويمكن أن يلاحظ على أرض الواقع قريبا؟ نعم، هو لقاء تاريخي وهو مهم جدا للليبيين، وكل الليبيين الآن يتابعون فيما يحدث وما هي نتائج هذا الاجتماع. النقطة الجوهرية من عرقل الاتفاق السياسي، وبالتحديد من عرقل تنفيذ بنود هذا الاتفاق السياسي، هو ليس مجلس النواب. لعرقل هذا الاتفاق هو بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهذه الحقيقة التي على الكل أن يعلمها. كيف ذلك دكتور إسماعيل؟ هناك وثيقة موقع عليها أكثر من 100 عضو في مجلس النواب، أكد على إعطاء الثقة لحكومة سعيد السراج، ومن تم تشكيل هذه الحكومة وهن صدر قرار لمباشرة مهام هذه الوزارات والجهات وهذه الجهات والوزارات في طرابلس. لكن للأسف بعثة الأمم المتحدة لم تعتد بهذا الاتفاق وبهذه الوثيقة. الخلل الآن في بعثة الأمم المتحدة، لأنها لم تكن جلسة رسمية حسب قول المعارضين دكتور إسماعيل. يعني هناك لوائح داخلية داخل مجلس النواب تحكم هذا المجلس، لم يكن هناك جلسة معتمدة اضطر أعضاء مجلس النواب الموقعون على هذه الوثيقة أن يجتمعوا داخل مطبخ الفندق الذي تعقد به جلسات مجلس النواب. نحن هو من يهم أعضاء مجلس النواب. عندما هناك وثيقة موقعين عليها بالعدد القانوني المطلوب لإعطاء هذه الحكومة، إذا انتقلنا إلى مرحلة تباشر الحكومة عملها، صدقني هذه أعذار لا قيمة لها من الناحية القانونية. ليبيا في وضع استثنائي جدا. ليبيا الآن نحن نواجه في الإرهاب، نواجه في داعش، نواجه في الانقلابيين، نواجه في تجار البشر، في الهجرة غير الشرعية، نواجه في داعش المال العام، نواجه في الفساد. لكن من عرقل هذا الاتفاق هو بعثة الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي، وعلى أعضاء الحوار السياسي في تونس أن يكونوا صرحاء مع اجتماعهم مع المجتمع، مع بعثة الأمم المتحدة ومع سفراء الدول الكبرى الذين جاءوا لطرابلس وأكدوا دعمهم لحكومة الوفاق. لكن عندما بدت هذه الحكومة في تسيير أعمالها، وقفت هذه الدول ضد هذا أن تقوم هذه الحكومة بمباشرة عملها. على لجنة الحوار أن تكون بكل صراحة مع الليبيين ومع المجتمع الدولي. من عرقل مسار الاتفاق السياسي هي بعثة الأمم المتحدة وكذلك سفراء الدول الكبرى الذين جاءوا إلى طرابلس. وخير دليل على ذلك هناك بنود في هذا الاتفاق تؤكد على دعم حكومة الوفاق الوطني، تؤكد دعم الحكومة لمواجهة الإرهاب. طيب، وغير ذلك. ابقى معي دكتور إسماعيل، ودعنا نستمع أيضا إلى ما سيقوله الأستاذ أشرف الشح. أستاذ أشرف، أنتم ناقشتم عدة مواضيع اليوم وستستمر هذه المناقشات إلى يوم الغد. برأيك أيضا هناك تصريح أو تصريحات أخيرة للمبعوث الأممي مارتن كوبلر بشأن تشكيل 3 مجالس عسكرية. هناك من اعتبرها بأنها دعوة إلى تقسيم البلاد، ولكن هذا الموضوع تحديدا هل تم مناقشته، أو هذا الاقتراح هل تم مناقشة هذا المقترح؟ وهل هناك ردود على مثل هكذا اقتراحات من قبل المبعوث الأممي مارتن كوبلر إن كنت في الاستماع؟ في البداية دعني أعلق على سيد إسماعيل المحيشي فيما يتعلق بأن البعثة معرقلة ولم تعترف بتوقيع 101 عضو. هذا قد أتفق معه إلى حد ما في مرحلته، ولكن الحقيقة اللوم والمسؤولية تقع على 101 الذين وقعوا والذين لم يكونوا على مستوى المسؤولية كما كان أغلبية المؤتمر الوطني العام الذين طبقوا الاتفاق السياسي وشكلوا مجلس الدولة وأنهوا المؤتمر الوطني العام،
وحاولوا تهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق. المجموعة الغالبية الأخرى من مجلس النواب لم تكن بتلك الشجاعة ولم تتحمل المسؤولية وعانت من أزمة قيادة، وواجهنا به اليوم مجموعة مجلس النواب وسيد شعيب ولمناهم على ذلك. ومع ذلك نحن نقول اليوم أن الحكومة تعمل، الحكومة تتعامل دوليا، المجتمع الدولي يتعامل مع الوزراء وليس مع المجلس الرئاسي فقط، هناك العديد من الوزراء يقومون بزيارات دولية، والآن في إطار توقيع اتفاقيات في مجالات مجال تخصصهم، رأينا وزير الصحة في أكثر من زيارة دولية وتوقيع مذكرات تفاهم، وهناك نتائج قد يرى الجميع، الشحنات الطبية التي بدأت تصل إلى ليبيا، هناك العديد من الإجراءات التي بدأ في القيام بها خلال الأسابيع الماضية. نعم هي بطيئة، نعم المواطن الليبي لا يستطيع الانتظار أكثر، وهذا ما نقوله، يجب أن لا يعمل هؤلاء الوزراء وهذا المجلس الرئاسي بطريقة وكأن البلد في وضع عادي، نحن في مرحلة أزمة، يجب أن يكون أدائهم بشكل مضاعف، يجب أن لا يركزوا على هذه الزيارات الدولية ويضيعوا الوقت، يجب أن ينتجوا، يجب أن يرى المواطن الليبي إنتاجا على الأرض. نعم. إنهاء للعديد من الأزمات اليوم، معاناة الكهرباء والخدمات. أما بخصوص مارتن كوبلر وتصريحه بتصريح المثير للجدل في قصة الثلاث جيوش والتقسيم الإقليمي، اليوم هجم مارتن كوبلر من قبل غالبية أعضاء الحوار في تصريحاته المختلفة، سواء ما كان يتعلق بالثلاث جيوش، سواء ما يتعلق باليهود، سواء ما يتعلق باصطحابه لمجموعة من أعضاء الهيئة الدستورية في عمان، كل هذه التصريحات والتصرفات قوبلت باحتجاج وبمطالبة عدم تكرارها، لأنها في هذا تدخل غير مقبول في نتائج يجب أن يقوم بها الليبيين. نعم نريد المساعدة الدولية في عدة أمور، ولكن لا نسمح بأن يتحول مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إلى مندوب سامي أو حاكم أجنبي لليبيا يصرح بتصريحات لا يمكن أن يقبلها الليبيين. هناك اجتماع أمني سوف يعقد في تونس يوم الاثنين، سيحضره المجلس الرئاسي و45 مجموعة مسلحة. المجموعة المسلحة الوحيدة التي رفضت الحضور هي ميليشيا خليفة حفتر. في هذا الاجتماع الذي سوف يستمر يوم الاثنين والثلاثاء سوف يتفق على التركيبة العسكرية لليبيا من خلال تشاور المجلس الرئاسي مع كل المجموعات المسلحة والتي تحوي العديد من الضباط والأفراد والشرطة، كذلك سيكون وزير الداخلية ووزير الدفاع بإذن الله إن تمكن من الحضور. هناك الحقيقة خطوات بعدها سوف يتخذ قرار من قبل المجلس الرئاسي في عملية المناصب العسكرية، هذه قرارات من ضمن الأجندة. غدا سوف يطالب المجلس الرئاسي بسقف زمني غير طويل، وسوف يعقد بعدها اجتماع آخر لاتخاذ القرارات في حالة عدم التزام المجلس الرئاسي وحكومته بالإنتاج واتخاذ هذه القرارات. الحقيقة نحن وصلنا إلى مرحلة بلغ فيها سيل الزباء، ولا يمكن أن نسكت، نحن فعلا تحملنا المسؤولية في إنجاز هذا الاتفاق في شهر ديسمبر الماضي أملا في الانتقال إلى مرحلة أفضل، لم نرى هذه المرحلة الأفضل ليس بسبب الاتفاق كما يحاول أن يسوق البعض، ولكن بسبب الشخوص الذين ينفذون هذا الاتفاق في الأجسام التي شكلت، وهذا هذا معيار شخصي عانى طيب. منه الليبيين منذ الثورة حتى إذن اليوم. إذن أنت أستاذ أشرف، نعمل على أستاذ أشرف، إذن أنت تؤكد بعض المعلومات التي تتحدث عن توجيه خطاب حاد من بعض الأحزاب المشاركة في الحوار إلى المبعوث الأممي مارتن كوبلر، وذلك لانزعاجهم من طريقة عمل الأخير، تؤكد هذه المعلومة؟ لا، هو الحقيقة ليست الأحزاب، نحن في الجلسة التشاورية المغلقة اليوم صباحا دون حضور المبعوث اتفقنا جميعا على ما سيوجه للمبعوث، وكلف شخصان بقراءة أو التحدث فيما اتفقنا فيه حتى لا يكرر الحاضرين بعضهم.
لذلك وجه هذا الانتقاد، وجه الانتقاد حتى في عملية ازدواج المعايير في بيانات المبعوث الأممي في إدانة قصف المدنيين، عندما يقصف المدنيين في درنة ويقتل الأطفال في درنة لا يحدد من قام بهذا، ومع أنه معلن ومعروف وهو خليفة حفتر، وعندما تحدث أي اختراق أو أي خلل أمني في منطقة أخرى يكون التصريح بشكل كل هذه النقاط اليوم وضعت فيها النقاط على الحروف. طيب أستاذ أشرف، ماذا عن الأعضاء المقاطعين؟ ماذا عن الأعضاء المقاطعين للمجلس الرئاسي، أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين، ماذا عنهم؟ الحقيقة تناولناها بشكل بسيط، لأن مقاطعتهم لا أساس مقنع لها، بالتالي إن استمروا في المقاطعة فذلك شأنهم، لن يعيق الاستمرار في العمل، الاستمرار في محاولة حلحلة المشاكل. حقيقة من ينسحب ومن يعارض ومن يعيق هذا شأنه وليس شأن الليبيين. نعم. طيب أستاذ أشرف، أيضا هناك معلومات تتحدث على أن مارتن كوبلر قدم لكم مقترحا بتشكيل مجلس عسكري أو قيادة عسكرية بمشاركة خليفة حفتر، ما صحة هذا الخبر؟ لم يحدث هذا أنفي نفيا كاملا. من ضمن الأوراق التي عملت عليها البعثة كمقترحات، ونحن اليوم اعترضنا حتى على أسلوب الاقتراح المسبق لأن هذا يجب أن يحدث كنتيجة لمناقشات، من ضمن المقترحات هو دايجرام أو رسم بياني لآلية تشكيل المؤسسة العسكرية، وهو تقليدي، منصب السياسي هو المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش، يأتي بعدها وزير الدفاع، يأتي بعدها قيادة الجيش بأركاناته، ولكن دون تحديد من هم هؤلاء. أنا قلت لك أن يوم الاثنين سوف يعقد اجتماع عسكري وأمني في تونس يحضره المجلس الرئاسي وأغلب كتائب الموجودة في ليبيا باستثناء ميليشيا خليفة حفتر التي لن تحضر بسبب رفضهم الحضور، دعتهم البعثة لكي يكونوا واحدة من 45 كتيبة الحقيقة أو تشكيل. هل سيكون وزير الدفاع المفوض من ضمن الحضور؟ ولكن هل سيكون وزير الدفاع المفوض من ضمن الحضور السيد المهدي البرغثي؟ سيكون المجلس الرئاسي، وزير الداخلية، بعض مدراء الأمن في المدن، وزير الدفاع وجهت إليه الدعوة، سوف نرى إن كان يستطيع الحضور من مدينة بنغازي التي يتواجد فيها الآن، الكل يعلم الحالة التي بها وكيفية الانتقال ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها وعدم قدرته للذهاب إلى المطار الأبرق بسبب سيطرة خليفة حفتر عليه وعدم قدرته للذهاب إلى رأس لانوف، ولكن نأمل أن يجد المخرج لكي يتمكن من حضور هذا الاجتماع. إذن ابقى معي أستاذ أشرف الشحوي، كذلك ضيوفي الكرام أستاذ جبال، ولكن دعونا مشاهدينا نشاهد هذا التصريح من قبل عضو فريق الحوار عن مجلس النواب الأستاذ صالح همة، ولنعود. حاولنا نتناقش ونحط احنا جدول أعمال، في جدول أعمال مقترح من البعثة الدولية، ولكن حقيقة حتى يعني يكون المنصف احنا اللي نعرفه المشكلة اللي صاير في البلد، يعني كليبيين يفترض احنا اللي نحطوا جدول الأعمال فقط. يعني كانت جلسة تشاورية في الأول، ما نقولكش ما تخلوش من بعض التشنجات، لكن كلها في سبيل حلحلة الأمور اللي حاصلة. يعني البعض يرى أن البرلمان ما أداش دوره بشكل إيجابي فيما يخص الاستحقاقات اللي منوطة به، وكذلك مجلس الرئاسي وكذلك مجلس الدولة، ولكن حقيقة احنا نبغوا نعالجوا المشكلة. في مشكلة صايرة في البلاد، في تعثر في تنفيذ الاتفاق السياسي، حاولنا نفكروا كليبيين كيف نجدوا حل للمشكلة هذه بدون تعصب، يعني حد متعصب للبرلمان وحد متعصب للكيانات المنبثقة على الاتفاق السياسي، يعني هذه الفكرة بشكل عام. طبعا اللقاء اليوم صباحا وحتى بعد الظهر هو لقاء تشاوري بيجمع أطراف الحوار فقط بدون حضور البعثة، وكان الغرض منه هو تقريب وجهات النظر حيال القضايا المطروحة، وهناك توافق كبير وهناك تقريبا توحيد لوجهات النظر حول بعض القضايا، أهمها أن هناك شيء من الارتباك في أداء الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي مثل مجلس النواب والمجلس الرئاسي تحديدا، وبالتالي يعني ربما التوجه العام أنه هو حيكون هناك اللقاء مباشر بالمجلس الرئاسي ربما غدا صباحا للتعرف مباشرة على أهم العراقيل
والأسباب التي تقف حاجز أمام أداء المجلس الرئاسي لدوره بالشكل المطلوب، وربما يكون مناقشة أيضا لمجلس النواب والانقسام اللي يعاني منه وكيف يمكن تجاوز هذه المشكلة. نعم، الجلسة القادمة عن المجلس الرئاسي حتكون جلسة يعني صريحة وجلسة شفافة، لأن حقيقة هناك ملاحظات كثيرة جدا تطرح من أطراف الحوار ومن الشارع في ليبيا، وكلها تتحدث على سبب هذا الارتباك وعدم قدرة المجلس الرئاسي حتى الآن على حل حالة أهم الملفات. بالتالي كل فريق الحوار الآن متحمس إلى الدفع باتجاه تحميل المجلس الرئاسي مسؤوليات الكاملة للإفاء بأهم الاستحقاقات المطلوبة منه، خاصة أنه فوض الوزارات وأنه تجاوز مسألة منح الثقة كل من أجل إيصال الخدمات و تدارك الوضع المتردي داخل ليبيا. كل التصريحات اللي تتحدث على بعض المقترحات والحلول هي لا تعدو كونها مقترحات وليست ملزمة لفريق الاتفاق السياسي، وبالتالي أنا أقول هذه مجرد مقترحات وتصريحات لكنها لم يتبناها الفريق الحوار السياسي كشيء متفق عليه، مثل الحديث عن الجهات العسكرية أو غيرها. يعني كان من المفترض البرنامج الرسمي يبدأ منذ الصباح، ولكن أثرنا أن يكون هناك لقاء ما بين الليبيين بين أطراف الحوار حتى نتمكن من بلورة مواقف، من بلورة رؤى لتناول المسائل التي سيتم مناقشتها سواء مع المجلس الرئاسي أو مع بعثة الأمم المتحدة. هناك اهتمام بالدور المنوط ببعثة الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة التي صدرت من المندوب الأممي وانعكاساتها على الأطراف السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى أن المجلس الرئاسي سيكون هناك، لا أستطيع أن أقول هناك مساءلة، ولكن هناك مكاشفة حقيقية في ماذا بعد هذه الجلسة. إذن من بعد أن تابعنا هذه التصريحات من كل من صالح حم عضو فريق الحوار عن مجلس النواب، كذلك محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، وأيضا السيد نوري العبار عضو مستقل بلجنة الحوار، وكذلك نتقدم بالشكر للأستاذ أشرف الشح الذي كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية عضو لجنة الحوار والذي اضطر إلى أن يغادر الحلقة، وذلك لارتباطه باجتماعات فريق الحوار. أعود إليك أستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي، وأرحب بك مرة أخرى. أستاذ جمال، هناك مكاشفة أم ماذا بعد؟ هذا آخر ما ذكره السيد نور العبار. نعم، بعد استمعنا إلى الضيوف الثلاثة، أستاذ محمد صوان وهو رجل ذو خبرة وإمكانيات وتكلم عن كل شيء، سيد العبار أيضا، والسيد أشرف الشح اللي حضروا الاجتماع التمهيدي وتكلموا عن مسألة يعني مسألة في اتفاق على نقاط معينة، أن الوطن في أزمة، أن الشعب لا يستطيع أن ينتظر أكثر، صارحوا بعضهم، شخصوا نقاط معينة، اتفقوا وحددوا من يتكلم مع السيد كوبلر، وأعتقد أن هناك نقطة اتفاق الآن في محاسبة، في لوم، في مكاشفة، مثل ما قال السيد العبار والأستاذ صوان، للمجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي هناك دعم دولي، هناك كذا، هناك رأي عام داعم، هناك استلام لوزارات، هناك كل شيء. أعتقد أن يعني واحدة من النقاط، تعتقد أن المجلس الرئاسي كان يعني أداء ضعيف، سفراء دول، دعم دولي، دعم من قبل أكثر من 100 عضو من أعضاء مجلس النواب، كان هناك دعم شعبي كذلك في خاصة في مدينة طرابلس وأيضا في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الشرقية، ولكن بعد 3 أشهر من دخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس،
يعني المشاكل زادت لم تنقص. نعم، هو حتى في الدول الكبرى المستقرة والقوية اقتصاديا وهو دائما الناطق باسم البيت الأبيض مثلا وحتى الرئيس لابد أن يخرج إلى الشعب وأن يتكلم يبين لهم يعني عملنا كذا سنعمل كذا يعني هناك عرقلة في النقاط الفلانية، فما بالك في دولة يعني تعاني متعترة. هناك مشكلة إعلامية، هناك مشكلة الآن لا يخرج لا السيد سراج ولا الناطق السيد فتحي بن عيسى ولا غيره، لا يبين ماذا وصلوا من هم حتى يعملوا نوع من الضغط الأدبي على من يعرقلهم، ما جلناش فلوس ما صارش كذا صارت عرقلة من كذا، ما فيش احترام للرأي العام الذي ينتظر يعني دعمهم وعندهم كل شيء مثل ما قلنا واستقروا ولم يقاومهم أحد إلى آخره. يعني مثلا على سبيل الذكر الحصر، أكثر منطقة فيها كثافة سكانية بعد طرابلس المنطقة الغربية، لم يحاولوا محاولة حقيقية في مسألة فتح طريق الزاوية، كان بإمكانهم أن يعني ينسقوا. هناك اتصالات، أنا عندي معلومات أن السيد عمر معتيق التقى بشخصيات من مرشفانة من الزاوية، لكن الحركة غير كافية. يعني معقولة ما يقدروش يمكنوا حتى المنطقة الغربية يفتحوا له الطريق حتى بالقوة؟ يعني يأخذوا قوات من المنطقة الغربية ككل يدعموها ماليا، ورشفانة أيضا مستعدة إلى آخره، وبالتالي أعتقد أن هناك الآن عندهم إشكالية. هل اللوم يقع مثل ما قال الأستاذ إسماعيل المحيشي، هل هم يصبوا جام غضبهم ولومهم على السيد كوبلر وكيف يتكلم عن مجالس عسكرية وعن الجالية اليهودية وعن وعن وعن، أم يلومون المجلس الرئاسي الذي توفر له الكثير ولم يعني ما زال متعترا وما زال يراوح، أم يتم النقد لمجموعة الكرامة وعقيلة صالح والمجموعة هذه؟ أعتقد أن الاجتماع سوف يأخذ لن يأخذ طابق يعني طاب يعني عفوا طابع الحل، ولكنهم سوف يتلاومون مثل ما قال القرآن. وأخشى ما أخشى، أنا لا أريد أن أكون متشائما، اللقاء في حد ذاته طيب لابد منه، أخشى ما أخشاه أن مثل ما قال السيد النائب ارتفعت الأصوات وكذا، والشخصية الليبية اللي ما زالت للأسف تعاند وما زالت لا تريد أن هؤلاء، أنا أقصد المجموعات هذه المسؤولة، ما زالت لا تريد أن تلتفت إلى الناس وأن تحترم الناس وأن تعرف أن هذا البلد كبير وغني وبالإمكان. يعني هذا المجلس الرئاسي إما أن يفعل شيئا وإما مثل ما قال السيد أشرف الشح لن يتغير، طيب ولكن هو ليس فرضا مفروضا على الليبيين، نعود إما أن يستطيع أعطي فرصة، إما أن يفعل شيئا وإما أن يخرج ويكون شجاع مثل كاميرون يقول أنا لم لا أستطيع أن أستمر وليتقدم ناس آخرين، مفروض السيد سراج يعني يكون شجاع ويكون في مستوى يقول أنا مقدرتش أو كذا، وخاصة أن المعلومات موجودة أن السيد سراج لا يلتفت لكثير من الشخصيات، أخبروني أعضاء المجلس الأعلى للدولة لا أريد أن أذكر أسماءهم، طيب يعني لا يتعاون معهم، سأعود إليك لا يتعاون أستاذ معهم جمال بالرغم من حركتهم الطيبة. دعنا نشرك معنا دكتور إسماعيل المحيش الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي. دكتور إسماعيل، استمعت إلى ما ذكر الأستاذ أشرف الشح وكذلك أيضا تصريحات صالح همة ومحمد صوان ونوري العبار وكلام أيضا ضيفي بالاستوديو الأستاذ جمال عبد المطلب، إن كان لديك أي تعقيب؟ هو بصراحة عندما تكلم الأخوة في تونس بالذات، نحن نتكلم عن اتفاق تم توقيعه في منذ شهر ديسمبر العام الماضي، نتكلم عن بيانات وقرارات صادرة من مجلس الأمن وقرارات صادرة من الأمم المتحدة بخصوص ليبيا. للأسف نحن الآن بعد 7 أشهر لم يتم تنفيذ أي بند من الاتفاق السياسي الصخيرات. هذه الاتفاق الذي تم يسمى بالديمقراطية التوافقية نوعا ما، تم إحياء مجلس النواب من جديد، تم إحياء المؤتمر الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، كذلك تم تأسيس المجلس الرئاسي. لم يتم تنفيذ أي بند لحد الآن. عندما يتكلمون الآن عن الجيش والشرطة والأمن، هناك بنود، هناك تشكيل
هناك تشكيل مجلس الأمن الداخلي مجلس الدفاع، هناك نقاط واضحة في اتفاق الصخرات يتم نقاش هذه البنود في طرابلس بحكم السيادة الآن في ليبيا في طرابلس ويحضرون ويناقشون. إذا للأسف انقطع الاتصال مع دكتور إسماعيل المحيشي، شكرا جزيلا لك. كنا نتابع بعضا من اللقطات الحصرية لفريق الحوار والاجتماع. معنا الآن أيضا ينضم الأستاذ مفتاح عبيد، أستاذ وباحث بجامعة سينسيناتي الأمريكية. أستاذ مفتاح أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أخي الكريم. أستاذ مفتاح، كيف تتابع مجريات الحوار السياسي والاتفاق السياسي في ليبيا؟ في البداية اسمح لي أن أحييك وأحيي ضيوفك الكرام ونقل المشاهدين، ولا بد لي في هذا المنبر أن أحيي الرجال الذين يدافعون عن الوطن ويتقدمون في حقول الألغام ويواجهون السيارات المفخخة. نسأل الله أن يتقبل جهادهم وأن تقبل شهدائهم. تقريبا اتفق تماما مع ما سمعت من الزملاء في قولهم بشان عدم قدرة المجلس الرئاسي على تأدية عمله بشكل صحيح، ولكن حقيقة هناك أمر لابد أن نرجع إليه، وهو أن من بداية الاتفاق الماراثوني اللي أخذ أكثر من سنة من التمخضات ونجمع عنه مجلس رئاسي ومجلس رئاسي ومجلس دولة وكذلك البرلمان، وتم توقيع ذلك الاتفاق ودخلت الحكومة إلى طرابلس وتم تشكيل مجلس الدولة، وبعد ذلك توافق حوالي أكثر من 100 برلماني على أساس تمرير هذه الحكومة. وفي لحظة فارقة يأتي شخص من الشارع في عكاظ بعدد اليمين الثلاثة من وقت لم يعمل فيه على كل هذه المجموعة. أستاذ مفتاح عبيد، أعتذر منك ولكن لرداءة الصوت من المصدر لا أستطيع الاستماع إليك بشكل جيد. شكرا جزيلا لك. سأعود إلى ضيفي بالاستوديو الأستاذ جمال. أستاذ جمال، كنا نتحدث عن أداء المجلس الرئاسي والأزمات التي تزايدت في الفترة الماضية، خاصة طرابلس، انقطاع الكهرباء، انقطاع المياه، السيولة في المصارف التي لا توجد، الطوابير التي أصبحت في أكثر من مكان. كل هذه الأزمات لا يوجد حل فعلي ملحوظ على أرض الواقع، كلها مجرد مسكنات، مجرد حديث، تصريحات، مؤتمرات صحفية، ولكن المواطن يريد فعل، يريد أن يلمس الحلول على أرض الواقع. برأيك هل الفترة القادمة قد نشهد فيها تغيير؟ نعم، أنا يعني آخر تصريحات كانت للسيد موسى الكوني، تكلم على أساس أن الأمور يعني سوف ترى حلحلة بعد وعود السيد جدران ومجموعته على أساس أنهم اتفقوا معهم إعادة تصدير النفط. تصدير النفط، والنفط طبعا وما أدراك ما النفط، هو مصدرنا الوحيد، ولكن مازال الأمور يعني قاعدة مثل ما قلت حضرتك في إطار الوعود وفي إطار المسكنات والمصبرات، وهذا شيء مش كويس، يعني مزعج للناس. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أرى أن المجلس الرئاسي ما زالت عنده ما همش مع احترامنا لهم ما همش رجال دولة، لأن رجال الدولة ليس مطلوبا منك أن يعني احنا مقدرين، الليبيين مقدرين أن الوطن، أن البلد يمر بأزمة كبيرة، مش مطلوب منك أنك تحل الأزمة بين عشية وضحاها. يعني بمعنى أن الكلمة الأخيرة أنهم لم يصارحوا الناس، ما قالوش للناس وين مواضع شن الأسباب التأخير. كيف ما قلنا، لو يعني هناك تكلموا بصراحة، تقصير إعلامي من ناحية الإعلامية، لريحوا الناس من ناحية هذه، ريحوا الناس من ناحية ولا ضغطوا على المجموعات التي تسبب في العلقلة. أشرك معنا وأنهي هذه الحلقة مع الدكتور إسماعيل المحيشي والذي انقطع الاتصال معه. في كلمة أخيرة دكتور إسماعيل.
يبقى التحدي أمام جلسة الحوار وأمام الليبيين في تونس. أشرح الليبيين ماذا حدث. هناك اتفاق تم توقيعه، لم يتم المجتمع الدولي أكد دعمه لهذا الاتفاق للأسف. بعد مرور 7 أشهر لم يتم تنفيذ هذا أي بند من هذا الاتفاق. إذن نعم. الإشكالية في المجتمع الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذه الطرف التي تعيشه ليبيا. إذن أنت تتفق مع ضيفي الأستاذ جمال عبد المطلب بأن هناك تقصير من الناحية الإعلامية في إعلام المواطنين بما يحدث أو في التواصل مع المواطن من قبل المجلس الأداء في الأداء وفي الإعلام. نعم. في الاثنين الأداء طيب وفي الإعلام. المواطن يتمسك بأي اتفاق سياسي يتم فيه حق دماء الليبيين، لكن للأسف لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق حتى. وهذه إشكالية ليبيا، تعاني من تحديات كبيرة، عدم وجود حكومة الآن، عدم إشكالية الكهرباء، إشكالية السيولة، إشكالية داعش، إشكالية نعم. عدم وجود دولة بالأساس. هذه نعم. تحديات كبيرة. دكتور إسماعيل المحيش الباحث بشأن السياسي والاقتصادي، أعتذر لمقاطعتك ولكن دهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك. أيضا الأستاذ جمال عبد المطلب المحلل السياسي، كذلك شكرا. أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا بالأستوديو. شكرا لضيوفي الأستاذ أشرف الشح عضو لجنة الحوار كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس، وكذلك أيضا شكرا للطاقم المصاحب لي، وأيضا لسيد مفتاح عبيد كان معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم. نعم شكرا لكم أنتم مشاهدينا لمتابعتنا. هذا أنا صالح آدم، أحييكم.